معنويات جد مرتفعه يعني، وارتياح واحد اللي كاين هو ما لعبوش في قنيطره، لان الكل كيعرف حاله الملعب، واخا غادي يلعبوا في حجب اصطناعي، ولكن كما كان الجوده ديالو احسن ديال ملعب البلدي بقنيطره. هذا هو لافونتاج الواحد اللي عندنا، كنتمنى نستثمروه ونقدموا افضل ما عندنا ونرجعوا بثلاثه النقاط اللي تكون مهمه وقدم اولى نحو اللقب.